تعز المثخنة بالحرب المنهكة بتبعاتها، لم تنتهي فصول معاناتها بعد، إلا أن البعض يقدر أن تغيير قيادة السلطة المحلية والجيش فيها سيكون فاتحة لمسار جديد في المحافظة. أهلا بكم إلى فضاء حر. في المحافظة التي بقيت قطاعا منفصلا ضمن ملفات السلطة الشرعية، تم تغيير 3 محافظين خلال 3 أعوام. ربما يوحي هذا بأزمة متحكمة ومستحكمة في المحافظة بجوار الحرب الكبرى التي تخوضها تعز مع ميليشيا الحوثي. وقد يعني هذا أيضا أن الصراع السياسي بين قوى وأحزاب المحافظة بات خارجا عن كل الأطر السياسية، بحيث أن أي محافظ جديد لا يكون محسوبا على طرف من هذه الأطراف سيكون لا محالة معرضا للهجوم والعرقلة حتى يتم تغييره ليصبح مشكلة جديدة في ملف مشاكل المحافظة. وهكذا كان الحال مع المحافظين السابقين بالنسبة لأطراف مختلفة. تعيش تعز تحت أزمات متعددة وكثيرة، فبالإضافة إلى إبقاء وبقاء الحوثيين على تخوم المدينة وسيطرتهم على جزء كبير من ريف تعز، تشهد المحافظة وضعا أمنيا صعبا في ظل انتشار السلاح الذي يتم استثماره من قبل مشاريع سياسية محلية وإقليمية، حتى باتت تعز نموذجا مصغرا لتعقيد الأزمة اليمنية، فيما يبقى ملف الخدمات مغيبا تحت ركام الصراع السياسي والاختلال الأمني. تركة ثقيلة سترثها القيادة الجديدة في السلطة المحلية والجيش. يقول البعض إن هذه القيادة تتجاوز التعقيدات القائمة، فيما يشكك آخرون في هذا باعتبار الأزمة في تعز متداخلة بشكل معقد ولا علاقة لها بتغيير شخصيات من يقودها، طالما لم تتغير المشاريع ولم تتوافق الرغبات لإخراج تعز واليمن بشكل عام من دوامة الصراع القائم. ما الذي ينتظر القيادة الجديدة في تعز؟ كيف ستتعامل مع الملفات الشائكة؟ وما هي آفاق مغادرة حالة الأزمة في المحافظة؟ للنقاش سيكون معنا من اسطنبول الباحث والكاتب نبيل البكيري، ومن تعز الصحفي أحمد شوقي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد شوقي. إذن محافظ جديد لتعز، ما الذي سيتغير؟ في الحقيقة نحن غير قادرين على التكهن بما سوف يتغير في قدوم المحافظ الجديد، خصوصا وأنه خلال عمله المهني كان دائما ما يعمل في إطار يعني وزارة الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات، وبالتالي فهو رجل تكنوقراط بالدرجة الرئيسية، وعمل السلطة المحلية في محافظة تعز في هذه الفترة أصبح عملا سياسيا إضافة إلى كونه عملا إداريا وقياديا وسلطويا، ويعني منصب المحافظ بالتأكيد يعني يحتوي الكثير من التعقيدات والتعاملات المباشرة مع أطراف سياسية ومع مكونات مجتمعية ومع المواطنين بشكل عام. يعني تقديرا يعني لما حدث خلال الأيام الماضية، أعتقد أن كان هناك مفاجأة ضمها قرار الرئيس بتغيير المحافظ، خصوصا وأن الدكتور أمين محمود يعني محافظ تعز السابق كان له دور يعني مميز ورائد في مكافحة المشكلات التي عانت منها المحافظة وفي تخليصها من كثير من الأعباء العسكرية والأمنية التي كانت تنهش فيها، حتى كانت محافظة تعز قبل قدوم الدكتور أمين محمود عبارة عن مقاطعة عسكرية تقريبا مع وضع قوسين على كلمة عسكرية. جاء أمين محمود وأعلى من سلطة أو من شأن السلطة المدنية في المحافظة، وصنع لموقع المحافظ قيمة أعتقد أنه أصبحنا نعتاد بها. الآن الدكتور نبيل شمسان قدومه أعتقد أنه يجب أن يكون كمالة لما بدأه الدكتور أمين محمود، وأعتقد أن الدكتور نبيل شمسان بما يملكه من خبرة ومن انتظام والتزام بالمعايير المؤسسية والإدارية سيكون منوطا به أن يبدأ بمكافحة الاختلالات الإدارية والمؤسسية وما يتعلق بالازدواج الوظيفي ويعني حالة الفوضى التي تشهدها بعض المؤسسات في المحافظة، كما أنه سيكون منوطا به ومنوطا بسمير الصبري العقيد سمير الصبري أو العميد صبير سمير الصبري التعاون معه من أجل إنهاء
الازدواجية في السلطة بين السلطة المحلية وسلطة الجيش، وكذلك إخراج المعسكرات أو التكنات العسكرية من داخل المدينة لتبدأ عملها في تحرير المدينة خارج أو تحرير المحافظة خارج المدينة. نعم. طيب أنتقل بذات السؤال المشترك إلى ضيفي الآخر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول أستاذ نبيل البكيري، أرحب بك مرة أخرى. إذن محافظ جديد في تعز، ما الذي سيتغير برأيك؟ يصعب حقيقة التكهن بما الذي سيتغير، لكن نستطيع نقول لماذا محافظ جديد في تعز في هذه وفي هذا التوقيت تحديدا. هذا السؤال الذي يحتاج مقاربة من نوع ما لعدم تكرار نفس السيناريو والمشهد السابق الذي آلت إليه الأمور في تعز إلى مرحلة تغيير المحافظ وتغيير قائد المحور في المحافظة. باعتقادي كان هناك نوع من العبث السياسي بصح التعبير التي اشتغلت عليه أو مارسته بعض الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإيجاد مساحة للمناورة خارج إطار المشروع الكبير، مشروع التحرير ومشروع مواجهة الانقلاب، ومحاولة إيجاد مربعات للمناكفات السياسية خارج إطار اللحظة السياسية وخطورتها المترتبة على تعز. تعز مدينة لازالت محاصرة حتى هذه اللحظة، مهددة بالحصار والقصف بشكل دائم ومستمر. الحديث عن تطبيع الأوضاع في المدينة أيضا هو السباق للمصير النهائي العسكري للمدينة، وخاصة أنه لا زالت أجزاء كبيرة جدا من المدينة تتعرض للقصف بين حين وآخر، ولا زال الأجزاء الرئيسية من المدينة مثلا بمنطقة الحوبان، مثلا بالمطار، مثلا بأجزاء كبيرة من المدينة لا زالت تحت سلطة الاحتلال أو سلطة الميليشيات الانقلابية. وبالتالي كان هناك نوع من المسارات التي تريد أن تجد لها مبرر لعدم الذهاب إلى التحرير، وإنما تكتفي بمحاولة التطبيع مع الوضع الانقلابي من خلال البحث عن مسارات سياسية مع الانقلاب، في الحديث عن فتح ممرات آمنة، في الحديث أيضا عن ما يسمى بشيطنة الجيش الوطني الذي تشكل في المدينة. أيضا كان هناك اشتغال أقل ما يقال عنه أنه لا يستقيم مع حقيقة التهديد الوجودي الذي تتعرض له أو الذي تعيشه تعز الآن حتى هذه اللحظة، من خلال البحث عن مساحة المناكفات السياسية بين هذه الأطراف السياسية وشيطنة كل ما له علاقة بالمقاومة وكل ما له علاقة بالجيش الوطني، وصم هذا الجيش الوطني بأنه جيش حزبي وأنه يتبع طرف معين. في حقيقة الأمر المعركة لم تكتمل بعد، ولا زال هذا الجيش يتكون ويتشكل من كل ما له رغبة وقدرة أو إرادة للمواجهة هذه الميليشيات الانقلابية، لكن هناك أطراف باعتقادي تريد أن تستبق الأحداث وتريد أن تشتغل سياسة في إطار المعركة العسكرية من خلال عدم القدرة أو عدم وجود رغبة حقيقية في لحمة وطنية من خلال معركة عسكرية، وإنما يعني الهروب إلى الصراعات السياسية خوفا من أو هروبا من عدم قدرتها في المواجهة العسكرية والانخراط في المشروع المسلح والمقاومة والجيش الوطني الذي يخوض المعركة بتاعنا. طيب سننتقل إلى تفصيل ذلك فيما يلي، لكن دعني أعود الآن إلى السيد أحمد شوقي. وقد أشرت يعني قد يعني يفهم من كلامك السابق سيد أحمد أنك همشت دور المحافظ السابق علي المعمري، لكن هناك أساسا يعني خلال 3 أعوام هناك 3 محافظين لتعز، ألا يشير هذا الأمر إلى أننا أمام أزمة عميقة ربما تبدو فيها شخصية المحافظ شخصية هامشية في نهاية المطاف أمام كل هذه الصراعات؟ طبعا أنا لا أهمش ولم أهمش دور المحافظ السابق الأستاذ علي المعمري، فالأستاذ علي المعمري للأسف لم تتح له الفرصة للعمل منذ الأسبوع الأول. قدم الأستاذ علي المعمري في بداية يعني توليه منصب المحافظ إلى محافظة تعز ولم يمكث فيها أسبوعا واحدا، حيث تم الاعتداء عليه من قبل قيادات بين قوسين محسوبة على الجيش الوطني وتهديده بالسلاح
وتم أخذ المبالغ التي كانت مخصصة للمرتبات وللجهاز الأمني ولغيره بعنوة منه وإجباره على تسليمها، ثم إجباره على الإقرار في تظاهرة حاشدة خرجت للتضامن معه بأنه يعني لم يحدث بينه وبين القيادات العسكرية أيضا بين قوسين أي شيء، ثم اضطر بعد يعني انتهاء المظاهرة وانفضاض المولد إلى الخروج إلى العاصمة عدن والعمل من خلالها. جميع ما قام به المحافظ المعماري من أعمال ومشاريع وما قدمه من خدمات تم تكييفها داخل محافظة تعز لحساب منظمات يعني خيرية بين قوسين أيضا، إغاثية بين قوسين أيضا، وتم تقديمه على أنه جهود للمنظمات المدنية والعمل الأهلي والعمل الحزبي، ولم يقدم إطلاقا على اعتبار أنه مقدم أو جهد بذرته السلطة المحلية. وأنا شخصيا التقيت بالأخ المحافظ علي المعمري في عدن بعد يمكن عام على توليه المنصب وتحدثت معه بهذه الشؤون، واكتشفت أن كثير مما تم تقديمه داخل محافظة تعز باعتباره خدمات قامت بها جمعيات خيرية وجمعيات إنسانية هي جهود قامت بها السلطة المحلية، ولكن لم يتح للسلطة المحلية أو للمحافظ شخصيا بالعودة إلى المحافظة ومزاورة طيب. مهامه. الآن هناك عامان قام يعني بقي فيها المعمري على رأس السلطة المحلية في تعز، ثم عام تقريبا أيضا لأمين محمود، الآن محافظ جديد خلال 3 أعوام، هل منصب المحافظ هامشي أم أنه صعب لهذه الدرجة؟ يبدو لي أن يعني نمط تفكير القيادة السياسية ينظر إلى محافظة تعز باعتباره الجدار القصير الذي يسهل تغييره في أي وقت ويسهل التعامل معه بأي شكل من الأشكال. لا أخفيك أن الطريقة التي تم بها تغيير الدكتور أمين محمود كانت طريقة غير لائقة بالمرة، خصوصا وأن الرجل كان ما يزال يبذل جهوده وما زال على اتصال، وكل ما حدث أن خلافه مع القيادة العسكرية ممثلة في قائد المحور السابق العميد خالد أو اللواء خالد فاضل، وبسبب عدم تجاوب اللواء خالد فاضل لتوجيهات السلطة المحلية، هذا الخلاف أدى في النهاية إلى تغيير الاثنين كحل وسط أو كحل يعني متأخر، يعني بعد أن كثرت مشاكل يعني بعض القيادة العسكرية. وأنا سوف أعطيك الآن مثالا أو نموذجا صغيرا بسيطا جدا، يعني بمجرد أن صدر قرار تغيير محافظ المحافظة في غداة ذلك اليوم حدثت مشكلتين داخل ديوان المحافظة، إحداهن اعتداء بالسلاح والأخرى يعني منع للموظفين من العمل في مقر في ديوان السلطة المحلية. فأعتقد أنه أنت ترى أين المشكلة بالضبط. المشكلة وهناك توجيهات يعني المشكلة ربما لها علاقة من قبل المحافظة الجديد بعض أصحاب القوى والنفوذ داخل المحافظة. سنعود إلى هذه التفاصيل الجزئية. دعني أنتقل إلى الأستاذ نبيل البكيري في خصوص أنه بالنظر إلى ما تفضلت به الآن سيد أحمد شوقي، وكذا بالنظر إلى تجربة المحافظين السابقين واللذين تحولا بنظر كثيرين إلى مشكلة في مثل هذا يعني في مثل هذا الوضع من قبل طرف سياسي أو آخر، هل يمكن القول الآن أن تعيين المحافظ الجديد يمكن أن يسهم في معالجة الوضع في تعز؟ سيد نبيل. باعتقادي فيما يتعلق بالإشكالية الكاملة في تعز، أنا أقول إنه الإشكالية ليست أنا باعتقادي في شخصية المحافظين السابقين بقدر ما هي في البيئة المحيطة بالمحافظين. هناك من عمل على إفشالهم من خلال إيجاد معارك جانبية فيما يتعلق بصراعات سياسية دفعت بالطرفين او دفعت بالمحافظين السابقين الى ان يحاول ان يلعب في ملعب مليء بالتناقضات السياسيه ومليء بالاستقطابات التي ليست او عقدت كثيرا اداء وعمل المحافظين. الظرف المدينه ظرف استثنائي، ظرف المحافظه الظرف استثنائي جدا جدا. العمل في هذا الظرف الاستثنائي سيكون يعني نوع من المغامرات لا شك في ذلك، خاصة أنه المحافظة تعيش وضع حرب طاحنة، والحديث عن أن المحافظ بشخصيته المدنية ممكن أن يؤدي عملا خارج سياق المعركة العسكرية، أنا باعتقادي أيضا في نوع من عدم الجدية في 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 توضيع وظيفة المحافظ في هذه المحافظة. أنا باعتقادي تعز، وهذا ربما اجتهاد شخصي مني، لا يناسبها في هذه المرحلة سوى شخصية عسكرية
يجمع صلاحيات المحافظة مع صلاحيات المحور ويقود معركة التحرير. غير ذلك أنا باعتقادي هناك من يستفيد من وجود فجوة كبيرة أو يخلق أمامهم فجوة كبيرة بين صلاحيات المحور وصلاحيات المحافظة، مما يؤدي إلى تضارب الصلاحيات. طيب اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر سيد شوقي، لأنه تحدث على أن محافظ طعد السابق أمين محمود كان مدنا مسألة منصب المحافظ، كيف ترى هذه النقطة أستاذ أحمد شوقي؟ أعتقد أن الدكتور أمين محمود يعني حاول أن يعيد زمام المبادرة وزمام السلطة والقرار إلى السلطة المدنية، وهذا هو الوضع الطبيعي. لكن سيد البكيري يقترح الآن أن الحاجة الآن في تعز هي إلى محافظ لديه قدرات ولديه محافظ عسكري يجمع ما بين القيادة العسكرية وما بين السلطة المحلية، مثل ما هو حاصل مثلا في حضرموت. هذا يفترض أن القيادة العسكرية في المحافظة ليست مؤهلة عسكريا، أو أن القيادة العسكرية في المحافظة بحاجة إلى قائد عسكري يعني آخر ربما يقوم بملشنة المجتمع المدني، يعني إما ذاك أو إما هذا. أما أن نقول أن المحافظ ينبغي أن يكون عسكريا، فأنا أعتقد أنه لا مجال لهذا الكلام، لأنه محافظة تعز هي في النهاية أيضا محافظة مدنية وسكانها مدنيون. الأعمال العسكرية هي خاصة بالقوات الجيش الوطني وما لحق بهما من وحدات عسكرية. نحن خلال المرحلة الماضية أعلنت يعني في تعز أكثر من مرة عمليات التحرير، ربما أكثر من 10 مرات أو 20 مرة لا أعرف، ولكن في كل مرة كان يتم يعني صنوع انتكاسة كبيرة جدا وفضيحة كبيرة جدا فيما يخص عملية التحرير. أعتقد أنه ليس من الأخلاقي بأي شكل من الأشكال أن المحافظة التي لا زالت محاصرة إلى اليوم، التي عانت من الجوع والفقر والمرض ويعني شتى أنواع التعذيب والإهانة والإجحاف، أن يتم عرقلة مشروع تطبيع الحياة فيها، وأن يتم يعني عرقلة يعني بحث الناس عن سبل العيش وعن سبل الحياة الكريمة والحياة الطبيعية بمبرر عملية التحرير. عملية التحرير ليست سوى بحاجة إلى تنظيم أوضاع الجيش ويعني خلق الجاهزية والاستعداد لدى هذا الجيش وقيادة عملية عسكرية لا يكون فيها المحافظ سوى يعني حالة رمزية أو حالة يعني سياسية فقط لهذه العملية العسكرية، وربما قد يشارك مثلا في الإدلاء برأيه في عملية التخطيط لها أو القيادة اللوجستية لهذه العملية. لكن على المستوى عملية التحرير نحن لا لسنا بحاجة إلى محافظ عسكري يعني لكي يقوم بعملية التحرير، سوى إلا إذا كنا نريد أن نستكمل عملية السيطرة على القوات المسلحة أو نريد الضغط على المجتمع وممارسة القمع عليه بدعوى التحرير. نعم. طيب سمعت ما تفضل به سيد شوقي، ما رأيك يعني ما هي وجهة نظرك بشكل أكبر أستاذ نبيل؟ تعلق بمدنية تعز، أنا باعتقادي هذا لا يتعارض مع ظرفية اللحظة العسكرية التي تعيش المدنية المدينة الآن. حينما نتحدث عن محافظ عسكري نحن نتحدث عن قائد للمعركة. تعز لا زالت ترزح 45% من المحافظة لا زالت تحت سلطة الميليشيات الانقلابية. هناك أيضا فجوة كبيرة بين أداء المحافظة والسلطات المحلية المدنية مع عمل القوات المسلحة والجيش الوطني الآن، بالنظر إلى أنه يتم اشتغال أو يتم خلق عراقيل كبيرة بين طرفي السلطات العسكرية والسلطة المدنية في المدينة. الآن أنا باعتقادي هذه الظرفية تحتم وجود قيادة في تعز، قيادة لديها القدرة على اتخاذ القرار العسكري والقرار المدني دون أي عراقيل من أي طرف ومن أي جهة كانت. أنا باعتقادي الإشكالية الخطيرة في تعز تكمن في أن هناك تجادل أو جدل سياسي عقيم وسخيف في هذه المرحلة بالذات، يتحدث عن غنائم السلطة بعيدا عن واجبات المعركة. ليس هناك تضحيات، أو البعض يريد أن يغتنم فرصة بعض المكاسب البسيطة أو بعض المكاسب السلطوية بعيدا عن واجبات التضحية في هذه المعركة، وبالتالي لا سبيل لذلك إلا من خلال الأداء السياسي الرديء. للأسف المحافظة اليوم حينما نتحدث عنها محافظة مدنية، المحافظة المدنية هذه الآن محاصرة. حينما نتحدث عن قيادة عسكرية للمدينة نحن نتحدث عن قيادة لفك الحصار عن هذه المدينة، التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتحدث عن تطبيع هذه الأوضاع في المدينة وإعادة تفعيل مؤسساتها المدنية وإعادة تفعيل مؤسساتها الخدمية والصناعية والتجارية، وهي لا زالت تحت الحصار وهي لا زالت تتعرض حتى هذه اللحظة لقذائف الميليشيات الانقلابية. وبالتالي اليوم المسألة في تعز ليست مسألة
وجود محافظ يعيد هذه المؤسسات بقدر ما هي حاجة المحافظة إلى قائد عسكري يفك الحصار عن هذه المدينة. لكن أستاذ نبيل، يعني في لحظة من اللحظات المحافظ السابق أعلن معركة تحرير المحافظة، أعلن عن بدء هذه المعركة، مع ذلك هوجم وقيل أنه يدار أو مفروض بإدارة خارجية لتنفيذ أهداف معينة من قبل طرف سياسي، ونكون واضحين يعني محسوبين على الإصلاح هم من قاموا بذلك. يعني هذه المسألة ليست متعلقة فقط بأن يكون عسكريا أو غير ذلك، هناك إشكاليات سياسية، هناك تجاذبات هي من تتسبب بذلك. طيب، وعلى افتراض ما قلته أن هناك معارضة، أنا باعتقادي أنه جزء كبير جدا من ضريبة هذه المعركة هم في الطرف المقابل لها أو في من يتحمل تكاليفها هم حزب الإصلاح. يعني حتى نكون أكثر دقة في توصيف ما يجري في تعز، هؤلاء هم الذين تصدوا للانقلاب منذ اللحظة الأولى وقدموا الكثير من التضحيات، وجزء كبير جدا منهم أيضا لازالوا اليوم يعانون من هذه المعركة ويقدمون التضحيات. وبالتالي حينما أنت كان يفترض أن تكون تعلن عن معركة التحرير أن تستمر في هذه المعركة وتنسق مع هذا الطرف الموجود على الأرض، يعني حتى لا نتحدث عن جدليات وفرضيات غيبية. يعني هناك طرف موجود وأفراده موجودين في خنادق القتال حتى هذه اللحظة، وأنت تأتي لتتجاوزهم وتتجاوز وجودهم على الأرض وتذهب لإعلان معركة ليس هناك تنسيق فيها وليس هناك استعداد لهذه المعركة وليس هناك خطة أصلا لهذه المعركة، مجرد يعني أن تطلع وتقول أن ستستكمل معركة التحرير دون فهم آلية هذه المعركة والخطة ومن الذي سيقوم وسيقود هذه المعركة. أنا باعتقادي كان نوع من العمل الإعلامي أكثر منه عمل سياسي وعسكري حقيقي في تعز. طيب، دعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد أحمد شوقي بشكل أو بآخر. يعني ألا يعني هناك كثيرين ممن يقولون على أن ما فعله المحافظ السابق أمين محمود هو زيادة توتير الوضع في تعز بالتصادم مع التيار الأكبر في المحافظة، بالتصادم مع من يقدم، وكما سمعت الأستاذ نبيل، مع من يقدم التضحيات لهذه المحافظة في سبيل تحريرها على الأقل. يعني هل فعلا هذا القول دقيق برأيك؟ طبعا الأستاذ نبيل البكيري يعني هو في الخارج منذ سنوات، ولعله يعني لم يتكلف عناء البحث عن معلومات حول ما أدلى به من حديث قبل قليل. المحافظ أمين محمود كان على تنسيق مستمر، وتم عقد عدة اجتماعات في محافظة عدن حول عملية التحرير قبل دخوله إلى المحافظة، والخطة التي تم إقرارها لعملية التحرير كانت الخطة التي تقدم بها القيادة العسكرية في تعز وتم الاتفاق عليها وتم تمويلها من قبل السلطة الشرعية ب3 مليار ريال تسلمتها قيادة محور تعز للقيام بعملية التحرير. وبالتالي فعملية إعلان التحرير من قبل محافظ تعز السابق أمين محمود على وكالة الأنباء الإماراتية وام لم تكن سوى إجراء شكليا فقط يعني جانب اعتباري وجانب معنوي وجانب سياسي، يعني أن المحافظة ليست في صراع مع أحد وليست أيضا خاضعة أو مستلبة من قبل أي طرف. وبالتالي عملية التحرير حينما تم الشروع فيها لم تكن قرارا فرديا من قبل المحافظ، وإنما كان بالتنسيق مع القيادة العسكرية وبموجب الخطة التي تقدمت بها القيادة العسكرية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا المحافظ أنا شهدت أوائل الاجتماعات التي عقدها المحافظ مع قيادات الأحزاب السياسية ومع القيادات يعني بعض القيادات المدنية، وكان يعني للأمانة كان الدكتور أمين محمود شديد التودد مع كافة القوى السياسية وعلى رأس ذلك الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح، وكان صريحا معهم فيما يخص الأخطاء والسلبيات التي رافقت خطة التحرير الفاشلة التي أعلنت في بداية عهده، كما كان حريصا على دعوتهم مرارا وتكرارا يعني بشكل مستمر بتقديم كل الأفكار والرؤى والخطط من أجل عملية التحرير. وكان في إحدى المرات أن قدمت القيادة العسكرية في تعز الخطة غير المعدلة غير المصححة للتحرير التي يعني الخطة الفاشلة، الخطة السابقة لها تم تقديمها له كخطة مستقبلية للتحرير، وبالتالي كان أن اعترض عليها وطلب منهم إعداد خطة جديدة وبديلة، ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع هذا الكلام. في الاتجاه الآخر، إذا كنا نقول بأن الأخ الدكتور أمين محمود
كان تصادم مع الطرف الأكبر في المحافظة، فماذا يعني أنه أخلى نصف المدينة من المجموعات المسلحة؟ وطبعا مناطق هي تابعة لجماعة مثلا كتائب أبو العباس، و يعني اجزاء تابعه للواء 22 ميكا، واصبحت هذه المناطق طبعا مناطق مفتوحه امام الناس وقادرين على التقوال فيها. اعتقد ان المحافظ امين محمود قدم للدوله وليس للحزب للاصلاح او لغيره، قدم للدوله اكبر خدمه بان عمل على تثبيت تواجدها وتواجد يعني سيطرتها في كافه مناطق المحافظه التي تخضع لسيطره الشرعيه، كما انه عمل على نزع فتيل الحرب التي كان يراد تفجيرها الان في الحجرية قبل شهرين تقريبا، وحاول خلال هذه الفترة أو السنة الكاملة على إعادة الحياة إلى لكافة أنحاء المحافظة وإعادة تسليم مقرات الدولة. أعتقد أن مشكلة المحافظ أو الدكتور أمين محمود كانت هو يعني شجاعته المفرطة وعناده يعني المرير، خصوصا وأنه تعرض ل يعني عدة اعتداءات داخل مقر سلطته ولم يعلن عن ذلك في أي مرة من المرات، كما أنه تعرض لمحاولة اغتيال ما زال يعاني آثارها إلى اليوم، وما زال يعني يخوض تجربة العلاج للتخلص من آثارها إلى اليوم. ومع ذلك خلال هذه المرحلة كاملة كان يتم الهجوم والتنكيل بالدكتور أمين محمود، رغم أنه قدم الكثير للجميع، وللأسف كان العداء من قبل بعض الأطراف السياسية ولم يكن من قبل الدكتور أمين محمود، بصرف النظر عن مواقفه الشخصية مثلا أو الفكرية، لكنه على المستوى العملي لم يكن عدائيا تجاه الإصلاح أو تجاه أي طرف سياسي في المحافظة. طيب أنتقل إلى الأستاذ نبيل، على يعني هل تتفق، حتى نختم هذا المحور، هل تتفق أن المحافظ السابق قام بما وسعه في سياق الوصول إلى المحافظة إلى بر الأمان؟ لا شك أنه للمحافظ جهود كانت يعني موفقة فيما يتعلق ب يعني حتى لا نظلم الرجل، لأنه أتى في ظرف صعب جدا وظرف فيه كثير من التناقضات، وقدم ما استطاع عليه، وخاصة فيما يتعلق ب تطبيع الحياة، تطبيع مسألة الرواتب وانتظام صرفها، هذه تحسب للدكتور أمين، يعني حتى لا نظلم الدكتور فيما عمل. لكن أيضا جزء كبير جدا من الإشكالية التي كان يعانيها الدكتور أمين أنه تخندق مع طرف سياسي آخر، مع طرف سياسي آخر بدرجة كبيرة، ولم يعر اهتمام توازنات المحافظة وإشكالياتها السياسية المعقدة، وبالتالي آل الأمور إلى صدام مع المحور، وآل إلى صدام أيضا مع القوى السياسية. مسألة تطبيع الحياة في المدينة، أنا باعتقادي أنه هذا العمل الذي قام به وقام به المحور في تعز، المحور والجيش الوطني، رغما عن أن الدكتور أمين كان معارض لفكرة إزالة الجماعات خاصة كتائب أبو العباس، وكان معارض لفكرة خروجها من المدينة، حتى نكون أكثر دقة فيما يتعلق بخروج هذه المجاميع، ورأينا كيف أصدر بيان بإلغاء فكرة اللجنة الرئاسية التي عملت على طرد المجاميع المسلحة والقضاء عليها في المدينة، يعني حتى لا زالت ذاكرتنا قادرة على تذكر ما حصل خلال الأشهر الماضية القليلة الماضية. وبالتالي هذه الازدواجية التي أو محاولة الانسجام او بمعنى التماهي مع الصراع السياسي الموجود في تعز لم يخدم شخصيه المحافظ الاعتباريه باعتباره محافظ لكل المحافظه ومسؤول على كل الفعاليات السياسيه فيها وفعاليات الدوله. وبالتالي آلت الامور الى ما آلت اليه في جدليه الخلاف او بجدليه الاشكال الحاصل مع بين لكن الا يقترح كلامك استاذ نبيل انه يجب ان يكون المحافظ مرضيا عنه من قبل طرف سياسي محدد كما يقول كثيرون حزب الاصلاح حتى يستمر في المحافظه، وهذا يعني ان المحافظ يجب بالضروره ان يخدم اجنده الحزب لا ان يخدم اجنده المحافظه بشكل عام؟ ليس شرطا ان يظل المحافظ تابعا لاي طرف، لكن شرط حقيقي ان يكون المحافظ حياديا تجاه كل الأحزاب السياسية، وألا يتماهى مع مشروع بعض الأطراف السياسية ضد الطرف الآخر. المحافظ تماهى بشكل كبير مع التيار المقابل أو المعادي للإصلاح سياسيا والمختلف عن الإصلاح سياسيا، تماهى مع الناصريين ورغبتهم في التحالف مع الجماعات، جماعة أبو العباس، ومحاولة تفجير الوضع عسكريا في المدينة وتفجير الوضع عسكريا أيضا في ريف تعز، حتى لا نحمل او لا يعني نوصف الوضع بدقه. يعني المحافظ يفترض ان يكون شخصيه اعتباريه
علاقته بالجميع طيبة، لا يتماهى مع أي مشاريع سياسية أخرى أو صراعية بين المكونات السياسية في تعز. طيب يعني يبدو أن الحديث في هذا السياق سيأخذ شدا وجذبا كبيرا. دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بالواقع الآن، بما يجري الآن وكيف ستتعامل القيادة الجديدة مع الملفات الشائكة. وأسألك هنا سيد شوقي، ملف استكمال التحرير، ضبط الأمن، إعادة الخدمات، هذه ربما أهم الملفات الملحة في سياق ما الذي يجب أن يواجهه المحافظ وقائد المحور الجديدين، هل تتوقعون أن يمضوا قدما فيها؟ والله كما قلت لك سابقا يصعب التكهن بما سوف يحدث، خصوصا وأنه لم تكن لنا سابق علاقة أو معرفة وثيقة أو صلة يعني قريبة بأي من الرجلين، سواء كان الأخ الأستاذ نبيل شمسان أو كان العميد سمير الحاج. لكن أعتقد أن بما نعرفه من تجربة الأخ المحافظ نبيل شمسان أنه رجل تكنوقراط، يعني محايد بطبيعته، غير مكترث أو غير مهتم بالجوانب السياسية، يعني على بما يفوق اهتمامه في على بالجوانب الإدارية. كان له تجربة ناجحة في وزارة الخدمة المدنية، وهذا الأمر يعني أن المحافظ الجديد سوف يأتي أكثر اهتماما فيما يخص الانضباط الوظيفي والعمل الإداري والمؤسسي داخل مؤسسة الدولة، كما أنه سيكون مهتما. ماذا عن تحرير المحافظة هكذا يجب أن يكون وتعيين فيما قائد يخص جديد للمحور؟ لا سآتي أيضا سوف يكون مهتما بالضرورة بمسألة يعني إيقاف الازدواج الوظيفي. نحن لدينا الآن يعني حالة ازدواج وظيفي رهيبة جدا، خصوصا في القطاعين العسكري والمدني، كما لدينا حالة تفلت يعني وظيفي رهيب جدا، وخصوصا في قطاع التربية والتعليم. وهذه الجوانب أيضا مهمة جدا أعتقد بالنسبة للمحافظ. ولو نجح الأستاذ أو الدكتور نبيل شمسان في عملية الانضباط الوظيفي، في فرض الانضباط الوظيفي وعملية جمع إيرادات الإيرادات الحكومية وعملية فض الازدواج الوظيفي يعني وتخيير المزدوجين بين وظيفة من الوظيفتين، فسوف يحسب هذه سوف يكون نجاحا كبيرا أعتقد يمكن لنا أن يعني نبني عليه الكثير من الآمال والطموحات. أما فيما يخص الجانب العسكري فأعتقد أن اللواء سمير الحاج يعني حسب ما سمعنا عنه، ولست أعرف ذلك بشكل مباشر، لكنه ليس شخصية استقطابية، رغم أيضا أنه ينتمي للتجمع العلمي للإصلاح، وهذه ليست يعني أعتقد يعني ليست إساءة له، ولكنه أعتقد أنه في الأساس هو شخص غير استقطابي، ولديه أيضا قدرة على التخاطب بشكل جيد مع مختلف الأطراف، لكن أعتقد أنه سوف يواجه بعض الإشكالات أو بعض المعوقات الصغيرة فيما يخص التعامل مع القيادات العسكرية الأدنى منه، خصوصا وأنه كان يعمل تحت قيادتهم في بداية هذه الحرب وأصبح اليوم يقودهم، وهذا يعني للأسف بحكم الغريزة الموجودة داخل مجتمعنا وهي غريزة بدائية لا يمكننا تقبل هذه التحولات في مسيرة العملية قصدي الإدارية والمؤسسية. نعم. طيب أنتقل إليك أستاذ نبيل، يعني كثيرون يتحدثون على أن التجاذبات السياسية في داخل المحافظة كان من الممكن أن تذهب فيما لو ركز يعني لو ركز الجميع في سياق تحرير المحافظة، معركة التحرير الكبرى واستكمال التحرير بشكل عام. هذا الزخم هل يمكن أن يتواجد الآن بعد هذا التغيير في رأسي المحافظة سواء من الناحية العسكرية أو المدنية؟ أنا باعتقادي الإشكالية الجدل السياسي أو المناكفة السياسية الحاصلة في تعز هي نتيجة طبيعية لطول أمد المعركة، نتيجة طبيعية لعدم الحسم في كثير من الملفات العسكرية في المدينة، لبقاء المدينة عالقة بين مسألتي التحرير وعدم التحرير. هذه الفرضية أو هذه الإشكالية هي التي أدت إلى مزيد من المناكفات السياسية وبروز أصوات أيضا سياسية تريد أن تقتسم أو ما تراه لمنجزات أو استحقاقات ما بعد المعركة، المعركة التي لم تنتهي بعد. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم الإشكالية الكبيرة تكمن في وجود إشكالية في تعز. هذه الإشكالية في تعز أنه بحسب المفهوم التعزي أنه يعني كثرة الديوك تضيع الفقر كما يقال، يعني أنه في تعدد للقيادات في تعز. تعدد القيادات هذه بقدر ما هي شيء إيجابي بقدر ما هي شيء سلبي في الحالة التعزية، حيث أنه يراد كل واحد أن يكون قيادي على حساب حتى الأطر الرسمية للقيادة
مما يؤدي إلى خلل في إطار عمل منظومة الدولة وأجهزتها. يعني ليس، هل أفهم من كلامك أنه ليس هناك قيادات وطنية حقيقية مخلصة لتعزو لليمن بشكل لا عام؟ لا لا، بالعكس بالعكس، أنا لا أتحدث عن عدم وجود قيادات وطنية. هناك قيادات وطنية وفي كل التيارات السياسية، وقيادات مشهود لها أيضا بالوطنية والنزاهة، لكن الإشكالية تكمن في 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 كثرة هذه القيادات وكثرة المشاريع التي يراد أن أو يرى كل طرف أنها هي الأقدر على حل حالة مشكلة المحافظة في هذه المرحلة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه سيكون من المهم بمكان بعد 4 سنوات من هذه الحرب ومن التضحيات الكبيرة التي قدمتها تعز، أن تلتفت النخبة التعزية الآن إلى هذه المرحلة، أنه في إشكالية خطيرة فيما يتعلق بالمشروع الوطني التي تعتبر تعز مركز هذا المشروع شئنا ما بينا تاريخيا، وبالتالي عليهم مسؤولية كبيرة. هذه المسؤولية تتمثل بمصالحة حقيقية في تعز بين كل القوى السياسية، أن تتغلب المصلحة الوطنية على المصلحات الحزبية، الابتعاد عن الاستقطابات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمعركة اليمن ومعركة المشروع الوطني والجمهوري في اليمن عموما. تعز الناس تراهن عليها كثيرا، ما سيتقرر في تعز هو الذي سيتقرر في الخارطة الجغرافية والسياسية الجمهورية اليمنية مستقبلا وفي المستقبل القريب والمستقبل البعيد. وبالتالي على هذه النخبة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية اليوم، تتحمل هذه المسؤولية من خلال توحيد الجهود وسرعة الالتفات إلى معركة التحرير باعتبارها هي المعركة التي لا يعلو صوت فوقها فوق صوت المعركة، وهي معركة تحرير المدينة الآن، وتجنيب كل الإشكالات السياسية البسيطة التي يمكن حلها في إطار الحوار السياسي وفي إطار المشروع الوطني. اليوم أنا باعتقادي المعركة يجب أن تبدأ المعركة، وهي معركة استعادة فك الحصار عن تعز وإعادة تطبيع الحياة في المناطق، وخاصة مثلا اليوم إذا ما رأينا أنه لا زالت هناك فجوة أو عسكريا، لا زال مناطق الساحل مفصولة عن مناطق الداخل التعزي، ما يؤدي إلى إشكالية. تعز في الأخير هي المخا، شريانها على العالم ومتنفسها، فإذا ما بقت هذه المدينة مفصولة بهذا الشكل، أنا باعتقادي سيكون ليس في صالح المدينة. أيضا مطار تعز يجب أن يتحرر هذا المطار، والمصانع التي في الحوبان اللي تدر دخلا كبيرا على المدينة وعلى من ضرائبها ومن أجور مرتبات عمالها. وبالتالي أنا باعتقادي أنه في جملة إشكاليات يجب أن ينطلق الجميع لحلها بقلوب وطنية صافية، بعيدا عن الاستقطابات الإقليمية التي أدت إلى تأجيل معركة اليمن وإلى تأخير معركة الحسم بهذا الشكل. طيب أسألك أستاذ شوقي الآن، يعني كل من كان يتحدث عن تعز كان يرى فيها نموذجا مدنيا يمكن أن يعني أو يجب من المفترض أن يمثل محاكاة، أن يكون الجميع يعني يأخذ النموذج التعزي للتقدم وللمدنية فيه، لكن ما رأيناه الآن التجاذبات السياسية حتى عدم مسألة عدم القدرة على حسم المعركة عسكريا بدأ يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدنية تعز، حول وجود رؤية واحدة للدولة في تعز. لماذا يحدث ذلك؟ هل يمكن أن يتغير خلال الفترة القادمة؟ والله نأمل أن يتغير، لكن بالنظر إلى ما طرحه الزميل العزيز نبيل البكيري حول مسألة المصالحة في محافظة تعز، نحن شهدنا خلال اليومين الماضيين حالة من التنمر والأعمال الانتقامية التي قامت بها بعض القيادات التي لديها خلافات ربما أو ضغينة تجاه المحافظ السابق أو كل من عمل في إطار أجهزة الدولة معه، حالة من الانتقام وحالة من التشهير وحالة من السفاهة التي مورست بحق المحافظ السابق وحق من عمل معه. أعتقد أنه في ظل هذا الوضع يعني نتمنى وتظل أماني أن يكون هناك حالة من التصالح الحقيقي في المحافظة. أيضا كما أنت أشرت فيما يخص نموذج تعز الذي تحدثنا عنه وغنينا له سنوات طويلة حول المدنية يعني الإيمان بمشروع الدولة ومشروع المؤسسات والديمقراطية والحرية، نحن بطبيعة الحال وكما هو تقريبا يعني جميع من عاشوا داخل المحافظة أو تعاملوا مع أوضاعها شهدوا أن هناك أن هذه المقولات أو هذه الاعتقادات أو الأفكار
ليست دقيقة 100%، وأن هناك كانت حالة من التوهم صبغت نظرتنا للأمور، خصوصا وأن تعز أيضا هي محاطة بريف كبير، والريف الكبير هذا لديه يعني ارتباطاته الديموغرافية والتاريخية مع مشاريع تدمير الدولة، وبالتالي مع الحالة المدنية في جزء من مناطق تعز كانت حالة أصيلة، ولكنها في جزء في أجزاء أخرى كانت حالة مشوهة، كما هو يعني الشأن عدن أو شأن أي طيب محافظة. طيب ما هو المتطلب الآن للخروج من هذا الوضع؟ ومع ذلك ما هو المتطلب الآن للخروج من هذا الوضع سيد شوقي؟ نحن لا نعم، الذي يتطلبه الخروج من هذا الوضع أولا وجود سلطة شرعية قوية تمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن، ثم أيضا تستطيع أن تملي واجباتها أو أوامرها أو قراراتها على تابعيها في المحافظات، وألا تعتمد على لعبة التوازنات، لأن التوازنات ستخلق الكثير من القوى والكثير من القيادة المتناقضة والكثير من المشاريع الجهوية والمناطقية والطائفية والحزبية. الأمر الثالث أيضا، هناك لدينا يعني مشاكل رئيسية، مسألة الجيش، يجب إعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية حقيقية. الرئيس أعلن قبل فترة أن الجيش يعني كان هناك رفقة تشكيله بعض الأخطاء، ولكن إلى الآن لم تكن هناك أي خطوات جادة لتصحيح هذه الأخطاء فيما يخص مؤسسة الجيش. أيضا فيما يخص المؤسسة المدنية، عملية مثلا يعني نحن نقاتل من أجل ماذا؟ نحن نقاتل من أجل إعادة مؤسسة الدولة. نحن في المناطق المحررة وفي بعض المناطق المحررة لم تعد مؤسسة الدولة إلى عملها ولم تفعل بالشكل الحقيقي والشكل اللازم. لم تبدأ أعمال الأجهزة الرقابة المحاسبية والمالية أعمالها بشكل جيد. لم يكن لدينا هناك كادر مؤسسي. حتى نحن الآن يعني ليس في محافظة تعز فقط، ولكن في جميع المناطق المحررة لدينا فقر في الكادر الإداري والمؤسسي في أجهزة الدولة، وفقر في رجال الدولة هذا بشكل حقيقي ومنطقي. وللأسف هذا نتيجة يعني للأسف نتيجة أخطاء سياسية كبيرة جدا ارتكبت خلال فترة الحرب من إهمال هذه العناصر، والتي عملت يعني جزء منها عملت على استقطابها الميليشيا، فيما عمل أو جزء من هذه الكوادر يعني سواء خارج البلاد أو انكفأ على نفسه ولم يعد يمارس أو يزاول أعماله الحكومية. وبالتالي نحن بحاجة إلى تأسيس دولة بشكل حقيقي، وكل ما تقدمنا خطوة أو شبر في عملية التحرير يجب أن يكون هذا الشبر مؤمنا للمواطنين، قادرا على نحن قادرين على إدارته وعلى تفعيل الحياة فيه وعلى إقامة المؤسسات والمكاتب الحكومية فيه. إذا لم نستطع فرض سلطة الدولة ومكاتبها وهيئاتها المدنية والعسكرية والأمنية في كل شبر يتم تحريره من أراضي الجمهورية اليمنية، فنحن لن نكون يعني رائدين ولن نكون متفوقين على عمل الميليشيات، بل قد نكون أردأ منها على الأقل. هي فرضت سلطتها ولو عبر الميليشيات، ونحن لم نستطع فرض سلطتنا عبر أجهزتنا الرسمية والحكومية كما يفترض. وبالتالي أعتقد أنه لا مناص من تصحيح أوضاع الجيش وفرض سلطة الدولة على كافة المناطق المحررة، وأيضا تفعيل وسيادة القانون في كل الجوانب بما في ذلك جوانب مكافحة الفساد وجوانب جباية الإيرادات الحكومية بشكل منتظم وسليم، من أجل أن تقوم لنا دولة وأن نستطيع إدارتها وأن نستطيع التقدم في عملية التحرير والبناء. نعم. طيب يعني أنتقل إلى الأستاذ نبيل البكيري، البعض يقول أن تعز هو يعني ما يحدث في تعز هو نموذج من تعقيد الأزمة اليمنية بشكل عام بتدخلاتها بتشعباتها بشكل عام. هناك من ينظر أستاذ نبيل إلى أن العام 2019 ربما يشهد نوعا من الانفراج على المستوى اليمني بشكل عام، وهناك ما يبدو أنه كما يقولون مؤشرات يعني تهدئة على مستوى الأطراف السياسية سواء بين قوى التحالف وكذلك القوى المكونة للحكومة الشرعية. هل يمكن أن ينعكس هذا الأمر على بقية على المحافظات اليمنية على تعز تحديدا؟ في اليمن باعتقادي تعز هي قلب هذه المعركة، وما سيترتب في تعز هو سيترتب على بقية الجغرافية اليمنية. نحن نأمل أيضا أنه يعني بعد هذه السنوات من الحرب أنه هناك إشكاليات يجب أن يكون هناك مراجعة حقيقية لكثير من الأخطاء الكارثية التي ارتكبت فيما يتعلق بالعلاقة بين الشرعية وبين التحالف، فيما يتعلق بين المكونات السياسية هذه العلاقة، فيما يتعلق أيضا بشكل السلطة التشريعية السلطة شكل الحكومة الشرعية وعددها واختصاصاتها ومهامها، فيما يتعلق أيضا بعودة هذه السلطة إلى الداخل وإلى العاصمة عدن قبل كل شيء. أنا باعتقادي لن يكون هناك أي أثر أو أي شيء ملموس فيما يتعلق بمعركة التحرير ما لم تستعيد الحكومة الشرعية وجودها وكينونتها في العاصمة عدن وتستعيد نشاطها من خلال إعادة تشكيل حكومة جديدة، حكومة
حكومة أزمة تدير المعركة بأقل قدر ممكن من الحقائب الوزارية السيادية، وتستمر أيضا في عمل ميزانية للدولة لأربع سنوات، والحكومة الشرعية بدون ميزانية مفترضة لا ختامية ولا ابتدائية. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا إعادة جدولة العلاقة أو إعادة صياغة علاقة واضحة مع التحالف العربي فيما يتعلق بمعركته في اليمن واختصاصاته ومهامه واختصاص الحكومة ومهامه. غير ذلك أنا باعتقادي لن يكون هناك جديد خلال هذا العام القادم أو هذا العام الذي نعيشه. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث والكاتب أستاذ نبيل البكيلي، وكذا من تعز عبر الأقمار الصناعية الصحفي أستاذ أحمد شوقي. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.